بسم الله. دلوقتي لو انا عندي بلوت بالشكل دوت، ارسمه على ليفل 1، وبعد كده عايز يطلع معايا للدور التاني، فاعمل عايز سيلكت واقول له كوبي، وبعد كده هقول له الاين تو سيلكت ليفل، هقول له يطلع للدور التاني. تمام. دلوقتي بعد كده هاجي اقول له ارسم ستير ارتكشر ستير، اقول له ارسم لي الستير ده من ليفل 1 لليفل 2. تمام. ونبدا نظبط احنا عايزين مثلا كام درجه، وابدا اقول له انا عايز ارسم اهوت، وبعد كده هكمل. تمام. اقول له ماشي، ممكن اكمل في 3 دي، وممكن ادخل هنا برضو في الفلور بلانس، ممكن اجي اعلم على مش الستير، انا عايز الريلينج. تمام. ممكن اعلم عليها، وبعد كده اقول له ايديت ريل، وابدا اقول له ايديت باص، او اعمل واحد جديد. يعني ممكن اكمل المسار دوت. تمام. اقول له ايديت باص، والمسار بدل ما هو في حد هنا اخليه يلف معايا ويكمل معايا. تمام. اخليه يجي من هنا يكمل، او ان انا اقول له انا عايز اعمل واحد اخر، الاثنين يمشوا. تمام. فانا هاجي كده اقول له ده الريلينج دوت، زي ما اقول له ايه باص، زي ما اقول له كريت سيميلر، وابدا من نفس النقطه. تمام. اعمل مسار. تمام. يا اما تخليها على الحدود بالظبط، يا اما تخليه يكمل كده سنه صغيره وتخليه يمشي. ودي ممكن تخيل تعمل هنا زي بليت. تمام. بليت ارك. الريديس هنخليه 30. تمام. وهنلغى ديت. تعالى بقى نشوف السينما كله في 3D.